افتتح المنتخب المغربي لمبتور الأطراف رحلته في كأس العالم بتركيا بفوز ساحق على منتخب إيرلندا بسداسية نظيفة، وسجل أهداف النخبة الوطنية كل من إلياس السباع هدفين وصلاح الدين الحساني هدفين وحسن شيغاغ وحمزة المدن. وسيواجه المنتخب المغربي غدا الأحد منتخب البرازيل على أن يختتم مشواره في الدور الأول يوم الاثنين أمام منتخب إيران. Now it's in the back of the net. Morocco celebrates. It's 2-0. A corner kick organization resulted with a goal. That's a direct goal from a corner kick. James Conroy wasn't expecting that. Neither was I, to be honest. And it's 2-0.